اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن محمد عبد العظيم. ازيك يا كابتن محمد؟ اهلا كابتن، تشرف ومنور. الله يخليك وشكرا جدا. حضرتك كله تمام؟ والله المره اللي فاتت يعني سبتنا وسافرت في لحظه. ها لحظه دي طبعا دي المره الثانيه في البيت الكبير والحمد لله رب شرف العالمين. شرف لينا يا كابتن والله، ربنا يخليكم كلها الحمد لله في مناسبات سعيده برضو يعني. الحمد لله دايما الاهلي امبارح وان شاء الله كمان يوم السبت ان شاء الله. خلينا اتكلم معاك على طول في مباراه امبارح، يعني مباراه كانت صعبه جدا. النادي الاهلي بيلاقي نادي بيراميدز، الفريقين ما كانوش لغايه امبارح اتهزم ولا النادي الاهلي ولا نادي بيراميدز، وبالتالي كانت طيب. قبل ما نتكلم يا كابتن في هذا الامر، معانا مفاجاه حلوه جدا النهارده على الهواء مباشره، النجم الكبير ايضا احمد ياسر ريان. احمد واحد من ولادنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين، ولاد النادي الاهلي، متالق جدا في اعارته مع نادي التايزمير التركي، وفي 22 مباراه مسجل 8 اهداف، 4 في الدوري و4 في الكاس وصانع هدف. النهارده كمان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني اعلن استدعاء احمد ياسر ريان لقائمه مباراه منتخبنا الوطني امام السنغال. ابو حميد ازيك يا حبيبي، ويعني سعداء جدا بتواجدك معايا، وطبعا معلش مسهرينك النهارده شويه. كابتن اسلام حبيبي، ازي حضرتك؟ والله وبشكرك على المقدمه الجميله دي. والله لا يا حبيبي تستحق اكتر. حبيبي اسلم على كابتن عظيم، وحشني والله يا كابتن عظيم. حبيبي ابو حميد عامل ايه يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ والله الحمد لله تمام. احنا دايما طبعا كان من ابناء النادي الاهلي. وكان هو وايهاب اكبر منه، ايهاب اخوه. فالاثنين كانوا بصراحه كان هما في قطاع الناشئين كان مستواهم مباشر بالخير، والحمد لله ربنا كرمهم الاثنين. واحمد طبعا دلوقتي في احمد احسن حاجه بيعجبني فيه ان هو كمان من اللعيبه يا كابتن اللي دايما يعني عايز يلعب على طول، بيحب النادي الاهلي والنادي الاهلي في قلبه وكل حاجه، ولكن عايز يلعب على طول، عايز دايما يلعب، ودي حاجه مهمه على فكره. متعطش دايما، وهو على فكره كان في قطاع الناشئين او شباب في النادي الاهلي كان دايما هو من النوعيه اللي مركز جدا. عارف هدفه فين. حتى السنه اللي فاتت كان موجود في سيراميكا، تقابلت معاه يعني. كنت ماسك المقاصة وهم كسبناهم في الكاس 2-1 ساعتها. عمل مباراه كويسه جدا جدا، واحنا طبعا درسته كويس جدا، بس برضه قدر يعني ان يعمل ماتش كويس ضدنا يعني. انما انا بتمنى له طبعا التوفيق، وخصوصا عرفت النهارده ان هو كمان متواجد في الفتره اللي جايه مع المنتخب ان شاء الله رب العالمين. هو المجموعه اللي موجوده كلها اللي في تركيا اعتقد باستثناء كهربا، وطبعا نجومنا الكبار في انجلترا طبعا، وتقريبا مصطفى فتحي كمان من السعوديه متواجد. فان شاء الله ربنا يوفقهم. بقول لاحمد طبعا ربنا يوفقك وترجع نديك تاني، وإحنا ان شاء الله. طبعا يا احمد انت متالق، عامل شغل الحقيقه قوي جدا خلال هذه الفتره، يعني انت برضو يعني متالق والدنيا ماشيه والامور ماشيه بشكل جيد، وانسجمت سريعا مع الفريق التركي، اعتقد شيء جيد جدا يا احمد. الحمد لله يا كابتن والله، يعني ده توفيق من عند ربنا. و الحمد لله انا دخلت مع الفرقه بشكل سريع، بس الفرقه مش مستقره بشكل كبير يعني مغيرين 3 مدربين لغايه دلوقتي، وكل مدرب بيجي طبعا انت عارف بيبقى عايز يلعب الناس اللي يعرفها وال يعني الدوري. ايوه، فلما بطاقة كويس ويشوف ويحقق اهداف يقوم متغير تاني ويجي مدرب تاني. بس الحمد لله يعني احنا ابتدينا دلوقتي يعني نرجع للدوري بشكل كويس. احنا عدينا فتره صعبه، بس دلوقتي الحمد لله بقى لنا 4 ماتشات واخدين 7 بونت، فده كلام كويس يعني ان احنا نرجع تاني ان شاء الله، وباذن الله نعرف نحقق الهدف اللي انا جاي عشانه يعني ان شاء الله. احمد دايما جمهور النادي الاهلي متابعك، بيشوفوا دايما احمد بيعمل ايه، متابع كل اللاعبين، ولكن التالق الواضح اللي انت ماشي بيه والخطه الثابته اللي انت ماشي بيها في تركيا، اعتقد ان دي بتسعد جمهور النادي الاهلي يا احمد. طبعا هي ده توفيق من عند ربنا اول حاجه، وتاني حاجه يعني انا جاي لهدف معين وانا عايز احققه، وان شاء الله يعني قابلت صعوبات كتير، بس انا عندي طموح يعني ان شاء الله، ومش هرجع غير لما احققها باذن الله. ايه طموحك يا احمد خلال الفتره اللي جايه؟ طموحي ان انا يعني انهي الموسم ده بشكل كويس مع الفرقه، وساعتها هستنى نشوف العروض اللي جايه، وكده كده النادي الاهلي هو اللي هيقرر باذن الله. طيب
النهارده كمان خبر جميل جدا باستدعاء احمد ياسر ريان للمنتخب، اعتقد ده من اسعد الاخبار اللي انت بتسمعها. طبعا انك تلبس فانيله المنتخب دي حاجه كبيره قوي واحساس مختلف خالص، وبالذات انك هتلعب تصفيات كاس عالم يعني والله كاس العالم، فده طبعا احساس جميل وان شاء الله نقدر نحقق ونفرح الجمهور المصري باذن الله. اول ما عرفت الخبر عملت ايه؟ يعني اتبسطت؟ طبعا اتبسطت، ولكن ايه اللي حصل ومين اللي قال لك؟ يعني انا عرفت من اخو خطيبتي، لقيته بعت لي على طب وشها انستغرام حلو اهو وهي الحمد لله. الحمد لله وهي ويعني هم كل الناس اللي يعني طبعا بس هو اختي. هو بس الصوت الو بيقطع. يا احمد سامعني؟ ايوه جد. يعني اخو خطيبتك هو اللي قال لك اول واحد بعت لك على انستغرام وقال لك؟ لقيته بعت لي فدخلت وصيت، كان اول واحد يعني عرفت منه. اصل كارلوس كيروش النهارده المدير الفني لمنتخبنا الوطني حط الاسماء كلها على التويتر، يعني سابقه جديده، بس لكن حط الاسماء كلها على تويتر فالناس كلها عرفت، التسع اسماء عرفت على تويتر يعني. لا بس انا يعني ما بمسكش الموبايل كتير الفتره دي، فما يعني جات لي المسج فقلت ابص عليها، لقيت القايمه 9 لعيبه فالحمد لله يعني. يعني الف مبروك، تستحق الحقيقه، جهد رائع، ودايما احنا متابعين احمد ياسر ريان واللي بيعمله احمد ياسر ريان. برضو عايز اسالك، الاهلي وحشك يا احمد؟ طبعا طبعا تسلم والله. يعني بصراحه انا طلعت عاره والجونه الاول، بعد كده سيراميكا، وبعد كده هنا في التاي، لكن الاجواء في النادي الاهلي مختلفه. يعني حتى مهما تطلع بره، لا النادي الاهلي الاجواء نفسها والبطولات وكده، لا احساس تاني خالص. يعني انا طلعت انديه كتير لكن ما حققتش بطولات، لكن انا قعدت حوالي بتاع سنه ونص في النادي الاهلي، حققت معايا حوالي بتاع 4 5 بطولات وانا ما شاركتش بشكل كبير يعني. فان شاء الله ارجع باذن الله اخلص الموسم ده وارجع ابدا ان شاء الله انجازات جديده مع النادي الاهلي. عندنا مباراة مهمة جدا يوم السبت، النادي الأهلي عندنا مباراة يعني مهمة يوم السبت إن شاء الله أمام سان داونز. متابع النادي الأهلي واللي بيعمله النادي الأهلي سواء في الدوري أو في البطولة الأفريقية؟ طبعا بتفرج على ماتشات النادي كلها، دوري وأفريقيا، وإن شاء الله هنحقق قدام سان داونز، يعني إن شاء الله هنكسب هناك بإذن الله ونصعد بإذن الله من المجموعة دي. اتفرجت على مباراة بيراميدز امبارح وفوز النادي الأهلي بثلاثية مقابل لا شيء؟ اتفرجت عليها، كانت ماتش صعب بس هو في الاخر فريقين كبيرين الحقيقه الموضوع. طبعا يا كابتن الفريقين كبار الحقيقه، يعني الفريقين اللي لم يهزما لغايه امبارح في الدوري العام المصري يعني. لا الماتش كان ماشي حلو بعد كده لغايه وهي 1-0، كان الماتش رايح جاي، بس في الاخر الاهلي يعني جاب الجونين، فالناس كلها اللي تشوف النتيجه يقول لك لا الماتش كان سهل، لكن الماتش لا كان كويس ورايح جاي. توقعاتك ايه بقى الماتش سان داونز يوم السبت؟ هل يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه؟ ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب. ده يعني حتى في ظل حاله الاجهاد دي، يعني انت برضو خدت شويه ان انتوا بتلعبوا كل 3 ايام مباراه ولا حاجه، في ظل حاله الاجهاد دي ممكن الاهلي برضو يفاجئنا زي باداء جيد في هذه المباراه، خصوصا بعد سفر طويل 7 8 ساعات ولا 9 ساعات؟ الاهلي يا كابتن اسلام يعني منظومه كبيره، انت عندك 30 لعيب ما شاء الله، ال 30 كلهم زي بعض، انت حتى لما بتشيل لعيب وبتحط لعيب بيأدي واحسن من اللي بيلعب كمان، فما تهيأليش ان الاهلي هيقابل اي صعوبات باذن الله. طيب انا عايزك توجه رسالتين، الرساله الاولى لمحمد شريف والرساله الثانيه لحسام حسن، لو هتقول لهم رساله تقول لهم ايه؟ اقول لشريف ما شاء الله هو ماشي كويس وربنا يكرمه ويحقق يعني اهداف اكتر من اللي هو حققها السنه اللي فاتت، وخد هداف الدوري وهداف افريقيا، ان شاء الله السنه دي بقى يعني يجيب يحقق الاثنين باهداف اكتر. وبقول له حسام حسن يعني ربنا يكرمك، انت لعيب كويس قوي وشخصيه جميله بصراحه على المستوى الشخصي، ف ربنا يكرمه كده والله بدعي له من كل قلبي، يعني شخصيه جميله ويستحق كل خير. يعني اخيرا بقى يا احمد عشان ما اطولش عليك، انا عارف ان انت عندك تمرين الساعه 9 الصبح بكره، عايزك تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي وتقول لهم ايه؟
اقول للجمهور يعني ما تخافوش، في لعيبه رجاله واداره محترمه ومدرب كويس، فما تخافوش على النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله هيحقق انجازات اكتر من اللي بيحققها السنين اللي فاتت دي، وباذن الله السنه دي يعني يخلص موضوع الدوري من بدري، وفي افريقيا بقى يمشي بخطه كويسه زي السنين اللي فاتت باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا احمد، واسفين جدا ان احنا حبيبي اخرناك، تسلم. انا عارف ان انت عندك لا بكره تمرين تسلم، تحت بدري. عمرك، انت حبيبي والله. انا بشكرك جدا جدا النجم احمد ياسر ريان، يعني حاجه جميله جدا ان احنا دايما نبقى على تواصل مع اخواتنا واصدقائنا صغيرين الحقيقه يا كابتن محمد، واحمد تحديدا عامل شغل كويس جدا. والله انا في الحقيقه يعني عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، اتفضل. وهي سياسه النادي الاهلي في اعاره ابنائه. يعني احنا شفنا دلوقتي احمد ياسر ريان في الجونه لاعب تقريبا كان من هدافين الدوري، وراح سيراميكا برضه يعتبر نفس من الكلام. هدافين نفس الكلام، النهارده راح الطاي بيستفيد بنسبه كبيره جدا من خبرات كبيره جدا. انا عايز اقول له بس يا احمد، هو قال ان الفرقه ما فيهاش استقرار شويه، فيها في الطاي تغيير، الطاي فيها ثلاث، فيها تغيير ثلاث مدربين. بالعكس انا شايف انها تبقى حاجه كويسه ليك انت، ازاي تتعامل مع كذا مدرسه في موسم واحد، ودي اكيد هتفيدك مستقبلا يعني. طبعا بتمنى له التوفيق. وفي طبعا مجموعه كبيره جدا برضه ابناء النادي الاهلي متواجدين في الدوري، طبعا في الدوري العام عاملين شغل كويس، وبعد كده النادي الاهلي يعني بيستدعيهم في فتره من الفترات اللي هو محتاجهم فيهم، فاكيد بتعمل له تقل وبالتوفيق. كابتن عبد كابتن عظيمه، عايز برضو اسالك عن المباراه، لان المباراه امبارح الحقيقه كانت مباراه حلوه في كل شيء الحقيقه، يعني مباراه ما بين الفريقين الاقوى واللي ما اتغلبوش لغايه امبارح، خلاص يعني دلوقتي اصبح النادي الاهلي فقط هو اللي ما اتغلبش حتى الان. فشفت المباراه ازاي وانت بقى راجل فني، يعني لما تيجي تتكلم هتتكلم فنيا افضل من اي حد. ربنا يخليك. لا هو طبعا يعني انا كنت متفائل جدا بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي عمل مباريات كويسه جدا في الفتره اللي فاتت، قدر ينظم صفوفه، بدا يكسب بسكور كويس. فرقه بيراميدز فرقه كويسه جدا مع مدرب محترم، انما في اوقات الخبرات بتلعب دور. يعني طيب. يعني مباراه القمه دي انا متهيألي يمكن دي اول مره في تاريخ بيراميدز انه يلعب مباراه لو تعادل او فاز فيها يعني يتصدر الدوري، جدول الدوري. انما الاهلي قدر يتعامل معاه كويس. موسيماني عمل تشكيل كويس جدا، طريقه كويسه جدا، عمل رساله برضه لايهاب جلال، لان انا جاي برضه بلعب عايز اكسب، لعب 4 2 3 1 في البدايه طبعا. الحاجات دي كلها لعبت دور، كانت خلت النادي الاهلي يتفوق. وان كان في بعض الفرص كانت لبيراميدز، انما النادي الاهلي كان طبيعي. كويس. طبيعي الاهلي قدر يدرس بيراميدز كويس جدا. النادي الاهلي عرف، او موسيماني عرف، ان ايهاب جلال دايما بيحب يبني من تحت في جميع الاحوال في جميع الظروف. جاب منهم الجون الاولاني، ويعني كان ممكن يحرز كمان هدفين، جات له فرصتين كويسين برضو. الضغط الامامي وقطع الكره مره من تقريبا من عبد الله السعيد، والثانيه الجون من الاول شريف من عبد الله، او الثانيه من شريف، كانت في واحده شريف برضه كانت فرصه اكيده. اللي انا عايز اقوله ان قدر يعني يدرس الفرقه كويس. اوكي. طبعا نقول كابتن ايهاب جلال هارد لك، وانتم ماشيين كويس جدا، وبالتوفيق ان شاء الله. طيب يعني انت قبل الماتش انا عرفت او سمعت كده انت قلت 90% الاهلي نسبه فوزه 90% على بيراميدز. في ظل يعني جبت الثقه دي، انا على فكره من الناس اللي كنت زيك. طبعا زي ما قلت لحضرتك كده، يعني هو ال 90% من النادي الاهلي والخبرات اللي بيتعامل فيها مع المباريات الهامه، هو 90% النادي الاهلي عارف النهارده، وده النادي الاهلي يعني ما بيخذلش جمهوره في الاوقات الحرجه. النادي الاهلي قدر يلعب كويس. كلمت انا كنت مع الكابتن ميدو احمد حسام ميدو ساعتها، وقلت له 90% 10% التعادل كان ممكن يكون متواجد في الاثنين، انما لو في فرقه هتفوز يبقى النادي الاهلي هو اللي هيفوز بنسبه 90%. لان انا الفتره اللي فاتت كلها انا كنت متابع النادي الاهلي كويس، متابع موسيماني كويس، متابع ايهاب جلال كويس، فيعني كانت الكفه يعني بترجح النادي الاهلي في الفوز. ليه يا كابتن؟ يعني كان اول حاجه الناحيه النفسيه، النادي الاهلي ماشي كويس جدا، النادي الاهلي عايز السنه اللي فاتت مجروح مش واخد الدوري، السنه دي عايز ياخد الدوري.
الخبرات بتاعت نادي بيراميدز مش اللعيبه، في فرق بين الشخصيه بتاعت النادي ذات نفسه واللعيبه، يعني في كان عن في عندهم طبعا يعتبر كلهم لاعبين كويسين جدا على مستوى عالي، عندهم خبرات، خدوا بطولات منهم شريف ورمضان وعبد الله، وخدوا بطولات مع النادي الاهلي، انما دول دي كلها امور فرديه، انما كنادي ما خدش ولا بطوله لغايه دلوقتي. فبرضو الامور دي كلها الناحيه النفسيه قدرت ان هو يعني ما عرفوش يتعاملوا معاها نفسيا كويس جدا، كانوا مشدودين جدا جدا وعايزين يطلعوا ويكسبوا، عايزين يتعادلوا. حتى انا شفت في اثناء المباراه كمان وقبل المباراه في التصريحات بتاعت انديه بتاعت بيراميدز كان فيها كلها بعض الخوف شويه، يعني مش واثق من نفسه 100% ان هو يكسب. فالحاجات دي كلها بتلعب دور، يعني النادي الاهلي كان فيه ثقه ان هو هيكسب، ان هو عايز يتصدر. اللعيبه برضو يعني كان في بعض التصريحات في التصريحات الاعلاميه حسيت ان في تفاؤل بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، انما كان موارد انه ممكن برضو تحصل في حاجه، يعني كان ماتش صعب طبعا بالنادي الاهلي وما كانش سهل طبعا، انما يعني النادي الاهلي قدر يدرس كويس. وانا عارف عقليه موسيماني وطبعا عارف عقليه، طبعا دي اسرار يعني مش لازم نتدخل فيها قوي، ان انا كنت متاكد ان بالنسبه كبيره جدا ان الاهلي هيفوز. برضه يا كابتن محمد عايز اسال حضرتك على وانت بتشوف المباراه، يعني انا مثلا سمعت برضه حاجات غريبه جدا امبارح بعد المباراه، قال لك اصل الاهلي فاز باهداف او باخطاء ساذجه من لعيبه نادي بيراميدز. طيب هو ده الطبيعي مش ده الطبيعي ولا والهدف بيجي عن طريق خطا صح؟ طبعا يعني حاجه غريبه برضه ان انت تسمع تصريحات زي دي. طب ما هو الاهداف في الاخر بتيجي ازاي؟ شوف يا كابتن عباره عن اخطاء من الفريق المنافس مهما كانت الاخطاء، بقى انا مالي يعني انا مش ذنبي. بص يا كابتن اسلام، هو طبعا بعد كل مباراه انت عايز تشوف ايه؟ عايز تشوف حاجات بوزيتيف او حاجات ايجابيه ولا حاجات سلبيه؟ الحاجات السلبيه دي هتعطلك، حطها على جنب وتتفرج على وحاول تركز على الحاجات الايجابيه. زي ايه؟ خلقت فرص كتير جدا جدا، لعبت كوره كويسه، ضغطت الموت 90 دقيقه، لعبت ضغط من اول 20 دقيقه للدقيقة 25، لعبت ضغط عالي وبعد كده استريحت 5 دقايق او 10 دقايق، بيراميدز قدرت تمسك المباراة شوية ورجعت تاني، لعبت بريتم عالي جدا جدا طول المباراة، وصلت كسبت 3 اهداف، عندك مكاسب كتير جدا في المباراة، 3 نقاط تصدر، ارتفاع معنويا، رايح تلعب فرقة سان داونز فرقة كويسة طبعا وبطولة افريقيا، الحاجات دي كلها لما تشوف بقى انت ان النادي الاهلي جاب اخطاء فردية واخطاء كذا كذا طبيعي. طبيعي. وبعدين الاخطاء الفرديه دي مين اللي عملها؟ هم اللي عاملها، دليل على ان انا عارف وانا اللي غلطتك وانا اللي قدرت اجيب من عندك جون، يعني انا اللي غلطتك يعني. فبلاش نشوف الناحيه السلبيه، خلينا في الناحيه الايجابيه. الايجابيه ان احنا لازم نشوف الايجابيات اللي موجوده عند النادي الاهلي امبارح، 3 نقاط، فرقه كويسه جدا، قفشه جاب تاني، رجع بقوه تاني، في شريف جاب تاني، لعبنا كويس جدا الناحيه الدفاعيه، لعبنا على الصفر، ما جاش فيك اهداف، الحاجات دي كلها بتلعب دور ايجابي، مالكش دعوه بالناحيه السلبيه. انا ما بتكلمش عشان النادي الاهلي بس، انا بتكلم بصفه عامه بشكل عام، انك بشكل عام لو انت النهارده ماسك اي فرقه ارجوك، اي حد اي مدرب ماسك اي فرقه ممكن يكون كسبان مباراه على الفيسبوك او اي حاجه او الحاجات دي كلها والكومنت كله كويس بالنسبه لك، ويجي لك واحد كده يروح كاتب لك حاجه مش كويسه، لا ما تبصلوش ده، خليك في الايجابيات، يعني حاول تخليك دايما في الايجابيات. انما طبعا كان مباراه كويسه جدا، ريتم عالي، يعني انا كنت يعني مستمتع بالمباراه بغض النظر عن الاهداف، كانت النادي الاهلي او نادي بيراميدز عملوا مباراه كويسه جدا جدا. طيب هنطلع نشوف ماذا قال كابتن سامي قمصان عن هذه المباراه، ونشوف برضو ماذا قال عن مباراه سان داونز، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقى وهنتكلم اكتر عن مباراه سان داونز، ولكن نطلع نشوف ماذا قال كابتن سامي قمصان. كل التحية ليك يا كابتن اسلام، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهده متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مباراه في غايه الاهميه، المباراه اللي هتجمع على الاهلي وفريق سان داونز في دور المجموعات لدور ابطال افريقيا. طبعا النادي الاهلي بعد الفوز على فريق بيراميدز بثلاثه اهداف طوى هذه الصفحه والتركيز للمرحله القادمه ومباراه سان داونز. عشان نتكلم على المباراه بصوره اكثر ينضم لي في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن سامي قبل ما نتكلم على المباراه ومبارك على مباراه بيراميدز، خليني اقول لك كل سنه طيب، والكابتن اسلام الشاطر بقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، وعيد ميلادك مش هقول السنه دي كان مختلف، لان المره اللي من سنتين احتفلنا ايضا بالفوز على سان داونز في الدور الثمانيه، واللي بيتكرر مره ثانيه كل سنه وانت طيب، فوز على بيراميدز والاستعداد لمباراه سان داونز. طبعا انت طيب وخير، وبشكرك طبعا وبشكر البعثه كلها الاعلاميه اللي موجوده معانا هنا،
وبشكر طبعا كابتن اسلام وتحياتي ليه، وزي ما قلت اتكلمت على المباراه، طبعا مباراه مهمه بالنسبه لنا جدا، خصوصا بعد مباراه كبيره زي مباراه بيراميدز اللي احنا عملناها الحمد لله. لكن زي ما انت قلت طوينا الصفحه ونستعد دلوقتي لمباراه مهمه في دوري المجموعات طبعا، واعتقد ان شاء الله عندنا فرصه ان احنا نعدل وضعنا في المجموعه ونأكد ان احنا طبعا ابطال القاره مرتين، وان شاء الله نحقق البطوله الثالثه ان شاء الله على التوالي باذن الله. أيهم أصعب، مواجهة فريق صن داونز في المراحل اللي فاتت؟ كنا في دور الأدوار الإقصائية، دور المجموعات، أعتقد أيضا هزيمة الأهلي في المباراة الأولى بتزيد من صعوبة هذا اللقاء. بص، خلينا نتفق ان كل المباريات صعبه، يعني كل المباريات في افريقيا خصوصا دلوقتي كل الفرق بتستعد كويس. النهارده المجموعه بتاعتنا يعني الهلال والمريخ بيجيبوا لعيبه مميزه ويجيبوا مدرب ومدربين مميزين، سواء مدرب المريخ انجليزي او مدرب الهلال برتغالي، فاعتقد بتزيد من صعوبه المجموعه. ويمكن شفت المباراه كانت صعبه جدا، حتى مباراه سان داونز مع المريخ كانت مباراه صعبه، ومباراة صن داونز برضه مع الهلال ومباراتنا مع الهلال برضه، فالمباراة كلها صعبة والمجموعة متشابكة، لكن في الأول والآخر إن شاء الله عندنا إن شاء الله يكون حظوظنا كبيرة إن شاء الله إن إحنا نقدر نعادل. يعني بالنسبة لمباراة صن داونز أنت عارف لعبناها في كل الظروف، يعني سواء في المجموعة أو في الأدوار الإقصائية، الحمد لله إحنا الحمد لله عندنا أفضلية، وعندنا الحمد لله دلوقتي من الخبرات اللي تأهلنا إن شاء الله إن إحنا نقدر نتعامل مع مباراة واللعيبة نفس القصة، فأعتقد الحمد لله إن شاء الله. بس محتاجين إن إحنا رايح كويس، اللي أنت عارف ساعات سفر كبيرة جدا مع اللي أنت بتلعب مباراة كبيرة زي بيراميدز، فمحتاج ريكفري كبير شوية. أعتقد الحمد لله هو ده اللي إحنا بنعمله، وإن شاء الله يكون اللعيبة يوم المباراة في أحسن حالة فنية وبدنية إن شاء الله وذهنية إن شاء الله. كابتن سامي، عايز اروح لنقطه في غايه الاهميه، وقرر مجلس اداره النادي الاهلي بتجديد عقد مستر بيتسو موسيماني وافراد الجهاز الفني لمده عامين. اعتقد قرار بيضيف مزيد من الاستقرار، فرق معاكم معنويا، فرق مع مستر بيتسو موسيماني. اولا طبعا بشكر طبعا الكابتن وبشكر مجلس اداره ولجنه التخطيط طبعا على الثقه دي، سواء للراجل او لينا كجهاز، يعني اعتقد انت مسؤوليه كبيره علينا اكتر، وبتدينا طبعا يعني انت تتحمل مسؤوليه كبيره جدا، ان انت اسم كبير زي النادي الاهلي، انت بتشتغل عشان وعشان جمهور، واعتقد مسؤوليه كبيره. لكن اتمنى ان شاء الله التوفيق للراجل ولينا كجهاز، اللي احنا ان شاء الله نحقق حاجه كويسه للنادي ولجمهورنا ان شاء الله، ونهدي له ان شاء الله البطوله ال 11، وتبقى اول مره في تاريخ افريقيا كله اللي انت تحقق 3 بطولات ورا بعض يعني، فالحمد لله. واتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه باذن الله. كابتن سامي قمصان، يعني عشان برضو اقرب الصوره للجمهور، قريب جدا من مستر بيتسو موسيماني، دايما بيتكلم معاك، بتشاور معاك، مش على نطاق العمل كمدرب عام، ولكن في صداقه. كابتن سامي بيتكلم معاك، ابرز الامور اللي بيتكلم فيها، الامور اللي بيتناقش فيها، طبعا في نواحي فنيه بيتكلم فيها مع حضرتك، واعتقد اتكلم معاك كمان بعد تجديد عقده. اكيد طبعا احنا جهاز واحد، بنقضي يمكن اوقات كتير اكتر ما بنقضيها في بيوت، يعني في بيوتنا، فهو راجل طبعا راجل ودود جدا وراجل بيحب الناس كلها، وانت شفت انت اكتر واحد قريب مننا وعارف ازاي هو بيتعامل مع كل الناس، مش معنا كجهاز يعني. الحمد لله الجهاز كله متفاهم، الحمد لله الراجل مدي ادوار لكل الناس. على المستوى الشخصي نفس القصه، بنخرج مع بعض وبنتعشى مع بعض، يمكن الحاجه دي كاب سعيد عملها برضو من الحاجه الكويسه، بتدي طبعا يبقى في تقارب، في يبقى العلاقه مش علاقه شغل بس علاقه اللي انت بتخرج وكل واحد ممكن تقول مشاكلك معاه او هو نفس القصه، فاعتقد الحمد لله هو عامل حاجه كويسه، والحمد لله اعتقد الامور مستقره بالنسبه لنا ان شاء الله. بقى مستنيين توفيق ربنا الفتره اللي جايه باذن الله. نروح لحته مهمه كابتن سامي، يعني اكيد في يعني بيبقى ليه وجهه نظر فنيه في لاعب، حضرتك بيبقى ليك وجهه نظر، ازاي بتتناقش فيها؟ هل مستر بيتسو موسيماني بياخد الامر بقرار فردي، ولا الامر زي ما حضرتك بتوضح لي بتناقش، وهي دي روح فريق جماعه؟ لا، هو الطبيعي اللي انت كل واحد بيبقى عنده وجهات نظر وتكون مختلفه من خلال المباراه نفسها او من خلال الجيم نفسه، لكن في الاول والاخر المهم هو راجل بيسمع كويس جدا جدا يعني، وبيعرف يقيم كويس جدا يعني، بيعرف يقيم انت ايه. طبعا ان اي مدير فني مهم جدا ان انت تعرف تقيم، عشان تقدر تقيم المعلومه اللي بتجي لك، الراجل ده ممكن بيحب لعيب معين او لا، او الراجل ده فنيا بيحب مصلحه الفرقه اكتر من مصلحه الشخصيه للعيبه، فاعتقد الحمد لله هو بيقدر فاهمنا دلوقتي كويس جدا، وفاهم شخصيتنا كويس جدا، وعارف ان انت اي حاجه بتقولها مش منظور شخصي، بالعكس منظور عشان تساعد الفرقه. هو بيسمع
يسمع مش مني بس انا لوحدي، كلنا كجهاز بنتكلم قبل المباراه ازاي طريقه اللعب اللي احنا ممكن مناسبه لينا، او من خلال المباراه سواء من التغييرات او سواء من اسلوب اللعب نفسه من خلال المباراه. فاعتقد الحمد لله الامور الحمد لله جيده، واتمنى ان شاء الله تمشي للاحسن ان شاء الله. سامي اختم مع حضرتك، شفنا المباراه الاولى كم كبير جدا من الفرص المهدره، وكان ده من الاخطاء اللي الاهلي وقع فيها. ايه الاخطاء اللي احنا هنتلافاها في المباراه القادمه؟ زي ما انت قلت ممكن برضو اضاعه الفرص دي برضو من الحاجات اللي بنشتغل عليها وبنحاول نشتغل عليها، لكن انت دورك اللي انت بتوصل للعيبه في حاجات بتبقى طبعا فيها سوء توفيق، وفي حاجات بتبقى فيها مثلا رعونه، فيها تسرع، فيها استغلال مش صح او اتخاذ قرار صح مش مناسب للكوره نفسها يعني. فنحاول نصحح من خلال الفيديو، من خلال الوحدات التدريبيه اللي احنا بنعملها دي، اعتقد ابرز الحاجات يعني اللي بنحاول نشتغل عليها. يمكن احنا الحمد لله عندنا رقم كويس جدا في الدوري، يمكن في افريقيا مش احسن حاجه زي السنين اللي فاتت، لكن ان شاء الله نحاول نعدلها، وان شاء الله نحاول نمشي للمسار اللي احنا ماشيين فيه الانسب ان شاء الله. شكرا كابتن سامي، ونبارك لك ان شاء الله عقب المباراه بالفوز باذن الله. شكرا محمد، شكرا. كابتن اسلام، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. طبعا اتكلم على نقاط مهمه جدا خاصه باستعداد الاهلي لمباراه صن داونز، المباراه اللي تقام يوم السبت ان شاء الله على ملعب سوكر سيتي في تمام الساعه 3. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في هذا اللقاء، يكلل ان شاء الله بالانتصار والفوز بالثلاث نقاط. من جديد تعود الكلمه للكابتن اسلام الشاطر. شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. كابتن عظيمه برضو كلام كابتن سامي مهم جدا في ظل ان احنا بيتكلم خلاص احنا قفلنا ماتش بيراميدز وهنتكلم بقى على مباراه صن داونز. لا هو ده الطبيعي في النادي الاهلي يعني، النادي الاهلي خلص النهارده المباراه، ثاني يوم بيفكر في او في نفس اليوم بالليل كمان بيفكر في المباراه اللي بعدها. صح. خد بطوله، خلاص البطوله دي خلصت، بيفكر في البطوله اللي بعدها. طبعا فرقه صن داونز فرقه كويسه جدا، بتتصدر الدوري بتاعهم هناك تقريبا، تاني سيلتيك، تالت تقريبا كازا تشيف، حاجه زي كده، اورلاندو حاجه زي كده، بس هم متصدرين حوالي 15 16 نقطه عن التاني. ياه. اه طبعا فرقه كويسه جدا، فرقه متطوره، عندهم الجناح الشمال بتاعهم كويس جدا، المهاجم كويس جدا، نص الملعب كسبوا النادي الاهلي جدا. اه طبعا متصدرين المجموعه كمان في بطوله افريقيا طبعا، الشامبيونز ليج الافريقي يعني. ففرقه كويسه جدا، الملاعب عندهم كويسه، بيلعبوا بريتم عالي، عندهم جرأه في الشقه في اللعب، عنده المدرسه بتاعتهم حديثه جدا. يعني بنتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا نادي كبير وفرقه كبيره، وطبعا عنده 4 نقاط. بكره ان شاء الله يوم الجمعه تقريبا الهلال والمريخ هيلعبوا يوم ان شاء الله تكون برضو نتائج ايجابيه برضو للنادي الاهلي. ان شاء الله رب العالمين، ليه لا، النادي الاهلي ممكن يفوز هناك، حتى لو ما فيش فوز يبقى تعادل برضو هيفيد كتير جدا. وننتظر ان شاء الله اللقاءات بتاعه المريخ او الهلال السوداني ان شاء الله رب العالمين. في طبعا الماتش اللي كسبه النادي الاهلي الاخير ده مع المريخ فرق كتير جدا معانا طبعا. طبعا يعني ان شاء الله اهم حاجه ان احنا نطلع في المجموعه، يعني نتاهل ان شاء الله للمجموعه. والكل يعني حدث حديث، لكل حدث حديث ان شاء الله. طيب كابتن برضو عايز اسالك عن يعني موسيماني يلعب ازاي في مثل هذه المباراه، هل في ظل حاله الاجهاد، انا سالت حتى السؤال ده لاحمد ياسر، يعني في ظل حاله الاجهاد دي اعمل تغييرات ما اعملش تغييرات، العب بالمجموعه اللي انا دايما بلعب بيها، اعمل ايه؟ لا هو يلعب بالمجموعه اللي دايما يلعب بيها، وطبعا هو لعب المباراه اللي فاتت 4-2-3-1. انا اعتقد ان موسيماني طبعا راجل في الفتره الاخيره او طول عمره يعني من يوم ما جه النادي الاهلي برضو في الماتشات المهمه تلاقيه دايما حاضر فيها. فهو ممكن بنسبة كبيرة يلعب يا إما 4-3-3 يا إما 3-4-3، 4-2-3-1 أعتقد إنه مش هيلعبها يعني. أعتقد وممكن يلعبها طبعا، إنما أنا أعتقد بنسبة كبيرة هيلعب يا إما 4-3-3 أو 3-4-3. الإجهاد طبعا لا، أنا هو عنده يعني فرقة كويسة ما شاء الله، الناس كلها على مستوى عالي. النادي الأهلي في أوقات اسمها برضو في حاجة كده بنسميها القوة الخفية، القوة الخفية دي موجودة دايما في كل إنسان عنده حاجة اسمها القوة الخفية في علم النفس.
يعني لو فرضنا انك انت كنا بنتمرن مثلا واحنا صغيرين بنتمرن وطالعين من النادي الاهلي مثلا متمرنين ساعتين ثلاثه وماشيين، واول ما بنشوف الاتوبيس بنعمل سبرنت. فالسبرنت ده بنسميه القوه الخفيه. فانا شايف ان النادي الاهلي لعب مباراه امبارح، فممكن ان شاء الله رب العالمين القوه الخفيه بتاعت النادي الاهلي او القوه اللي موجوده داخل النادي الاهلي، القوه الايجابيه اللي موجوده داخل النادي الاهلي دي ان شاء الله تطلع في الماتش اللي جاي، وان شاء الله بنحسم الامور ويكون 7 نقاط او يكون 5 نقاط ويبدا نفكر في الفتره اللي جايه ان شاء الله رب العالمين. انما كاجهاد هياثر ما اعتقدش، حتى في ظل السفريه طويله، في ظل السفريه الاهلي واخد على كده، الفرقه واخد على كده. انا مش عايز اشوف برضو، مش عايز اوجه او ابعت رساله تبرير لاي حد من لعيبه النادي الاهلي. لا، انتوا لعيبه كويسه، انتوا لعبتوا قبل كده كتير جدا، حتى في لعيبه المنتخب كانوا بيلعبوا في بطوله افريقيا كل ثلاث ايام مباراه. مظبوط، كانوا بيلعبوا في نسبه رطوبه عاليه جدا، الحاجات دي كلها، ووصلنا نهائي يعني كاس افريقيا، يعني مزبوط. بطوله افريقيا، فالحاجات دي انا مش عايزها طبعا نشوفها بالناحيه السلبيه، لا بالعكس احنا نشوفها ناحيه ايجابيه. بالعكس احنا طالعين 3 نقاط مهمين جدا. اعتقد كمان ان النادي الاهلي عمل خطوه كويسه جدا مع موسيماني، وهو التجديد اعتقد انا قريت الكلام ده كده، فالحاجات دي كلها معنويا في ارتفاع. انا لسه كنت هسالك ايه رايك في تجديد موسيماني؟ حاجه كويسه جدا، الراجل النادي الاهلي جاب الراجل علشان في هدف معين بيعمله، الراجل حقق هدف او الاهداف بتاعته. اوكي، بطوله الدوري راحت السنه اللي فاتت منه او الموسم اللي فات منه، مش مشكله، ما كانش فيه خبرات، كان برضو الاجهاد والحاجات دي كلها، انما لا انا السنه دي احنا شايفين الامور مختلفه ان شاء الله ربنا يكرمه، ويبقى في طبعا بطوله الدوري كمان تكون موجوده، طبعا في فرق كويسه، طبعا في بيراميد شغال كويس، الزمالك بدا برضو يجيب مدرب جديد فيريرا، مع ان كانت او يعني لما سمعت اسمه او شفته برضو تذكرت حاجه كويسه جدا، ودي كانت اول مباراه ليا كمدرب عام للنادي الاهلي في بطوله السوبر، فكانت في الامارات كان مع الكابتن زيزو، كان طبعا المدير الفني تحياتي فاز فيها النادي الاهلي وفوزنا فيها 3-2، فبرضه كلها حاجات تفاؤل يعني، فان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله يا رب ان شاء الله، وتبقى دايما بشره خير. كابتن خير عظيمه، معاك يوفا برو لايسنز اللي هي يمكن الوحيده انت في مصر، يعني انت وطبعا موسيماني مع واحده زيها، هي ليه مش موجوده في مصر يعني؟ لا هي مش معقوله خالص في مصر، ليه؟ مش عارف، ده طبعا نسال فيها طبعا اتحاد الكوره، نسال فيها الاتحاد الافريقي. البرو لايسنز دي موجوده في المانيا من 50 سنه بالظبط. طبعا بعد الحرب العالميه 50 سنه؟ بعد الحرب العالميه الثانيه، لما يعني بعد انتهائها طبعا بدات المانيا تفكر في الانفستمنت او الاستثمار في جميع الاقتصاد بقى، رياضي كذا كذا، كل حاجه، في كل حاجه، فبداوا يعملوا بروفيشنال ليفل علشان ياهلوا المدربين، علشان يعملوا استثمار كويس، عشان يطلعوا لعيبه كويسه، عشان ياخدوا بطولات، عشان 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 الحاجات دي كلها. فكانت مهمه جدا جدا بالنسبه لهم. فطبعا انا واخد البروفيشنال ليفل او البرو ليفل من حوالي 15 او 16 سنه، يعني من 2007 ومحدش عارف عنها حاجه، وكل ما بقعد وبتكلم يقول لي يعني ايه واشرح لنا يا كابتن، فابدا اشرح من اول وثاني وثالث ورابع وخامس، ومش مشكله انا هشرح، بس اهم حاجه في الموضوع ان احنا عندنا مدربين على مستوى عالي. عايزين نعملها هنا في مصر يعني. ان شاء الله نعمل، احنا عندنا مدربين على مستوى عالي، فليه الناس دي ما تتاهلش رسمي؟ يعني دلوقتي احنا برضو مهما يكن اصبحنا ان احنا المدرب المصري محدد بس او انه يشتغل في مصر بس او في افريقيا، ليه ما يروحش اسيا؟ ليه ما يروحش اوروبا؟ ليه الحتت دي كلها؟ طب انت تقدر يا كابتن؟ انا بفضل اقدر، يعني انا اشتغلت في كل، انا ممكن اشتغل في اي حته في العالم، انا ممكن امسك اي منتخب من منتخبات اوروبا، انا ممكن اشتغل في البوندس ليج، انا ممكن اشتغل في كل حته في العالم بالبرو لايتس بتاعي ده. فطبعا الحاجات دي كلها مهمه، انا عايزها بس تنزل مصر ونقدر نساعد المدربين. يعني في حاجات كتير جات لي فرص كتير جدا، ولما اشتغلت في الدول العربيه كنت بتمنى ان انا اخد معايا ناس مساعدين معايا مصريين، انما للاسف معهمش اللايسنس، كان الاي ولا البي اللي غير معترف بيه في اسيا يعني، حتى الاي والبي فلازم الحاجات دي ناخد بالنا منها كويس جدا، هتساعدنا كتير جدا. طبعا لان احنا عملنا رابطه المحترفين، او هنا رابطه محترفين، يعني المفروض كل المنظومه اللي موجوده دي كلها تبقى محترفه. انا اللي انا شايفه ان المحترف الوحيد هو اللاعب بس، ان هو انت كده يعني بتستغل موهبته وقدراته وبتلعب بقى محترف، بياخد فلوس ويشتغل كويس وبيحاول ينام كويس وبيطور من نفسه لنفسه، انما الناس اللي على البنش دول كلهم للاسف يعني
عايزين نطورهم، عايزين نخليهم مؤهلين رسمي. انا عارف ان هو المدرب المصري مجتهد جدا جدا وبيروح وبيدرس، يحاول يدرس هنا وهنا، انما دي حاجه تانية خالص. البروفيشنال ليفل دي بيخليك تتعامل مع حاجات كتير جدا. البروفيشنال ليفل بيخليك تتعامل في حاجه اسمها اولا حاجه فني، يعني بتتعامل فني. ايه هو الفني؟ الناس كلها فاكره برضو الفني ان انا خططي ومهاري، لا، في حاجه ثالثه اللي علم النفس الرياضي. علم النفس طبعا يعتبر برضو فني. أيوة. الكلمه اللي بيوجهها المدرب اثناء المباراه ده فني نفسي، يعني مش الكلمه بتفرق كتير جدا بين الشوطين قبل المباراه. الحاجات دي كلها اداره الازمات، لما يكون في عندك ازمه في الفرقه، اذا كان في امور ماليه او امور نفسيه، مين اللي بيعالج الحاجات دي كلها؟ هو المفروض المدرب، اللي هو المدرب اللي هو اللي واخد البروفيشنال ليفل، اللي يعني بيدرس كل الحاجات دي علشان يطلع في الاخر نتائج كويسه. فانا بتمنى طبعا من الاتحاد المصري ان هم يبصوا بصه كويسه، ونحاول نطور طبعا من المدرب المصري. وليه لا؟ ليه لا؟ احنا عندنا مدربين كويسين. يعني لما تيجي تشوف حضرتك النادي الاهلي، مين وصلنا كاس عالم؟ كابتن جوهري. خد معانا بطوله افريقيا قبل كده. عندك كابتن حسن شحاته واخد معاك 3 افريقيا قبل كده. وصلك مين؟ وصلك مثلا مين وصلك الاولمبياد؟ هاني رمزي، كابتن هاني رمزي طبعا، وكابتن عبد الصالح الوحش، كابتن شوقي اخر حاجه. وصلت لمرحله كويسه، انت عندك كفاءات، بس الكفاءات دي محتاجه ان هي برضو تتاهل تاهيل نفسي، ان هو ازاي يتعامل مع المباريات، ازاي يبقى يتعامل تحت ضغط، ازاي ينتشل فرقته من تحت الضغط. يعني معلش موسيماني كسب ليه امبارح؟ قدر ينشد تحت ضغط، والكابتن ايهاب جلال كان مضغوط ووضع الكابتن جلال في الضغط ده، صح؟ لا، وحتى انت ما بتيجي تشوف، اما شفت انت التعبيرات على وش الكابتن ايهاب جلال، مضغوط، مضغوط ضغط غير طبيعي. موسيماني لا، هو نفس الوش اللي بتشوفه من البدايه للنهايه. هل هو اتربى بيها؟ اتعلمها وهو صغير؟ لا اتعلمها في البروفيشنال ليفل. الحاجات دي كلها مهمه جدا. ازاي تخليك تتعامل، ازاي اتعامل مع الاعلام الرياضي، ازاي اتعامل مع ادارات الانديه، ازاي اتعامل مع فرقتي، ازاي اتعامل مع الجهاز بتاعي، ازاي اتعامل مع العمال. الحاجات دي كلها هو ده المدرب. الحاجات دي هي دي اللي موجوده. عشان كده اي مدرب يجي لنا من اوروبا مع البروفيشنال ليفل بيمسك اي فرقه عندنا هنا في مصر بيفرق كتير جدا، لانه دارس الحاجات دي كلها. اول ما بيخش، يعني فرضنا مثلا مسكت اي بمسك اي فرقه، انا اول حاجه بروح بعمل حاجه اسمها التشخيص. بشخص الفرقه بتاعتي، وبناء عليه بحط الادويه. زيك زي الطبيب، زي كل حاجه. هل انت عندك مشكله نفسيه مثلا موجوده في الفرقه؟ هل عندك مشكله مثلا فنيه؟ هل عندك ايه المشاكل اللي موجوده عندك؟ وبالتالي انت بتعالج الحاجات دي وبتحط لها بينك وبين نفسك روشتة. والروشتة دي عن طريق ايه؟ عن طريق برجع برضو الحاجات اللي انا اشتغلتها واللي انا اتعلمتها خبرات. في الفتره من خبرات، لان البروفيشنال ليفل او الدراسات في حد ذاتها بيوفر لك 50 60 سنه خبرات، بيديها لك في حوالي سنه، وبيديك انت بتختار بقى حسب الموقف بتاعك. مهم جدا جدا الكلام ده يتعمل في مصر بجد. اول حاجه بالنسبه للقطاع الناشئين والحاجات دي كلها هتفرق كتير جدا. هيطلع لك لاعب على مستوى عالي، لاعب مؤهل. طب مين اللي مديك لاعب مؤهل؟ مين طلع لك لاعب مؤهل؟ المدرب. بالظبط زي التلميذ او زي الطالب. لو المدرس بتاعه مش مؤهل يطلع الطالب غير مؤهل. نفس الكلام. احنا بنتكلم دلوقتي انفستمنت، يعني بنتكلم دلوقتي استثمار. احنا عندنا في مصر اكتر من 50 60 الف اكاديميه اطفال وناشئين والكلام ده كله شغالين. المدربين دول كلهم هل شغالين صح ولا مش صح؟ لا، لازم نشغلهم صح، لازم نبدا من تحت شرح، نعمل السي والبي والاي والبرو. الحاجات دي كلها تفرق كتير جدا معاك. كابتن عظيم، اخيرا لو شايف ان النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في مباراته القادمه امام سان داونز بالخبرات اللي حضرتك اتكلمت عنها، يعني هل الحاله النفسيه جيده؟ هل الامور المعنويه من الناحيه البدنيه، الناحيه النفسيه؟ ان شاء الله رب العالمين. انا متفائل جدا طبعا. انما انت برضه علميا يعني مش انت بتلعب علميا بقى، انت بتلعب سان داونز. ايه هي سان داونز؟ سان داونز فرقه من الفرق الكويسه جدا، عندها لعيبه كويسه جدا، ملاعبهم كويسه جدا، في تطوير دائم. اللي عندهم يعني برضه المدربين اللي عندهم ما بيستنوش الاتحاد الافريقي عشان ياخدوا البرو ليفل، لا، ده بياخدوا البرو، بيسافروا كلهم على انجلترا وبياخدوا البرو ليفل وبيرجعوا بيفيدوا بلدهم. فالمباراه طبعا مش سهله، انما انا شايف ان شاء الله رب العالمين ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه. ممكن زي ما قلت ان شاء الله رب العالمين نفوز، ناخد 3 نقاط او على الاقل نطلع بنقطه. وان شاء الله رب العالمين
في عندنا مباراتين بعد كده نبدا نشتغل فيها صح. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن على وجودك معانا، دايما بنبقى سعداء وحضرتك معانا. ربنا يخليك حبيبي يا كابتن اسلام. انا بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن محمد عبد العظيم. هسيب حضراتكم ايضا مع النجم ايمن اشرف في حوار مطول مع زميلنا فاروق صلاح من جوهانسبرغ. خلينا نطلع نشوف ماذا قال ايمن اشرف وبعدين نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هيكون معايا ايشو ومحمد جمال، هنتكلم ايضا عن النواحي الفنيه لهذه المباراه بعد ما نشوف فاروق صلاح او ايمن اشرف قال ايه مع فاروق صلاح. وفاصل وبعد الفاصل ايشو ومحمد جمال. كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان على متن طائره النادي الاهلي المتجهه الى جنوب افريقيا لمواجهه فريق سان داونز في مباراه دور المجموعات لدور ابطال افريقيا. سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من كباتن النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي اللي دايما جماهير النادي الاهلي بتستمد الثقه من وجود كابتن ايمن اشرف. كابتن ايمن برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. خليني في البدايه اقول لك الحمد لله على السلامه، وحشتنا وحشت كل جماهير النادي الاهلي، طمنا عليك. طبعا يعني بشكرك على الكلام الجميل دوت، وبرحب بجمهور النادي الاهلي على قناه النادي الاهلي. والحمد لله يعني الاصابه كانت رخمه شويه، الحمد لله رجعت بعد فتره تقريبا 3 اسابيع او 22 يوم 23 يوم. الحمد لله الامور بسيطه وعدت على خير الحمد لله. عايز ابارك لك على مباراه بيراميدز الاخيره والفوز بثلاثه اهداف، مباراه اداء ونتيجه نتيجه كبيره، لكن عندنا مهمه ثانيه كبيره هي مباراه صن داونز، شايف المباراه ازاي؟ طبعا يعني انت لسه بتقول بيراميدز وبعد كده صن داونز، وهي سمات الفرق الكبيره ان هي بتتحط في ماتشات تقيله ورا بعض. فرقه البطل دايما ما بتشوفش مين طبعا قيمه الفرق اللي انت بتلعبها او توقيت الماتشات نفسها، ده بيخليك انت تبقى مركز اكتر. طبعا الحمد لله يعني ببارك اللعيبه كانت رجاله جدا الماتش بتاع بيراميدز، وقدرنا نحقق 3 بونت باداء كويس جدا الشوط الثاني، وحتى اداء الشوط الاولاني كان كويس لكن ما كانش فيه ترجمه على الجون، لكن الشوط الثاني كان فيه اداء وكان فيه ترجمه على الجون بثلاث اجوان شكلهم حلو جدا. فطبعا ببارك للعيبه كلها، كان على قدر المسؤوليه بسبب برضه منتخب، رجعنا منتخب بعد كده كاس عالم انديه بعد كده ماتشات، لكن هم الحمد لله كان على قدر المسؤوليه النهارده، وقدرنا الحمد لله ناخد 3 بونت مهمين طالعين ان شاء الله باذن الله. طبعا يعني دايما احنا متعودين كلاعيبه نادي الاهلي ان احنا بماتشات الكبيره سان داونز، احنا طبعا مش 3 ماتشات اللي فاتوا بتوع دوري ابطال، احنا بنحاول نفصل طبعا بين دوري وافريقيا، لكن هي ماتش صن داونز داخل في المرحله اللي هي ما بين الدوري وما بين افريقيا. اتمنى ان شاء الله يكون معانا التوفيق ويكون اداء اللعيبه الماتش اللي جاي بتاع صن داونز مميز، نقدر نأدي اداء مميز ونقدر ناخد الثلاثه بونت. يعني أيمن الوقوف على منصات التتويج مش سهل، لكن الأصعب كمان إنك تبقى متعود على تفضل واقف على منصة التتويج وتحافظ على ده، دور كبير جدا لأوضة اللبس. وعايز أتكلم على الكابتن أيمن أشرف، كابتن الشناوي، كابتن وليد سليمان، كابتن رامي ربيعة، لأن دي الأمر اللي إحنا نقف على منصات التتويج ده مش من فراغ. طبعا يعني هي أنت ممكن توصلها مرة، لكن إنك تحافظ عليها إنك توصل يعني في السنة 3-4 مرات دي بتبقى حاجة صعبة طبعا. يعني نشوة الفرح وانك تكسب بطولة متعودين، يعني كابتن خطيب دايما يجي يقول لنا بعد كل بطولة هو سمات النادي الاهلي وطريقة النادي الاهلي، احنا بننسى، احنا بنفرح النهاردة بكرة عندنا ماتش في دوري او في كاس او في اي حاجة، فبننسى اللي فات دوت وبنفكر في اللي جاي دوت قدر لعيب النادي الاهلي، انك دايما توصل بالفريق لاحسن نقطه او لمنصه التتويج. فده بالنسبه لنا بيحط علينا مسؤوليه كبيره كلاعيبه كباتن فريق واللعيبه كلها اعتقد في الفريق كله، يعني في كباتن فريق وفي لعيبه كبار، لكن اعتقد كل اللعيبه لعيبه كبار في الفريق وعارفين كل واحد مسؤول عن ايه او مهتم بايه. طبعا كل واحد عندهم قدر من المسؤوليه بشكل كويس، ان احنا
يعني البطولات بالنسبة لنا بتفرح جمهورنا، وده الحاجة الغاية الأهم عندنا، رقم واحد عندنا ان احنا نفرح جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي هو اللي وصلنا ان احنا يبقى طموحنا في الحتة ان احنا نبقى في كأس عالم الأندية نفكر ان احنا ناخد البطولة. يعني وصلنا بالتفكير دوت مش من فراغ، يعني من دعم جمهور ومن دعم إدارة ومن شغل جهاز فني ومن شغل جهاز طبي ومن حتى الناس اللي بتساعدنا في أوضة اللبس والناس، لا كل ده منظومة كلها بتخليك انت كلاعب ليه لا انا محاربش او مفكرش ان انا اخد كاس عالم الأندية. فدي طبعا حاجة مهمة جدا، يعني ان الجمهور بتاعك هو اللي بيرفع سقف الطموحات بتاعك، دي حاجة مميزة جدا بالنسبة لك انك يعني هما بيقولوا اللعيبة هي اللي رفعت سقف الطموحات، لا انا بقول العكس، هو الجمهور بالدعم لينا وتشجيعه لينا، وان يعني النهارده في ماتش بيراميدز الجمهور ما سكتش ثانيه، فده كل دعم يخليك انت يبقى عندك طموح كبير انك تكسب المباراه، وكل مباراه وكل بطوله تخش فيها. فطبعا انا بشكرهم ودايما بقول لهم يعني انتوا السند بتاعنا وانتوا الدعم بتاعنا، واتمنى دايما انكم تدعمونا، هما دايما بيدعمونا، بس لما نقع اتمنى ان هما يبقوا في ظهرنا دايما. يعني عايز اختم معاك كابتن ايمن برساله تقولها لكابتن وليد سليمان. خلاص كابتن وليد سليمان اعلن اعتزاله مع نهايه الموسم، واحد من كباتن النادي الاهلي ومن اللعيبه اللي اخلصت للنادي الاهلي. طبعا كابتن وليد سليمان قيمه كبيره في الكره المصريه، لعب منتخب مصر، لعب دولي، طبعا هنفتقده كلنا. يعني هو احنا اتعلمنا منه حاجات كتيرة جدا جوه الملعب وبره الملعب، في الشخصية، في انك دايما تحارب، انك تكون مصاب وتلعب على الإصابة بتاعتك عشان خاطر فرقتك، دي كلها حاجات هو علمها لنا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. بحب اقول له هو هيوحشنا طبعا، هيوحشنا، لكن هو اعتقد هيكون موجود قريب مننا في النادي. بتمنى له التوفيق في المكان اللي هو هيكون فيه، ودايما احنا هنكون متواصلين لان هو اخ كبير لينا واحنا بنحبه، يعني بنحب كابتن وليد كشخصيه مرحه وكشخصيه طيبه وقدوه لينا، يعني معنى صح. فبتمنى له التوفيق، وان شاء الله كده يعني في الفتره القصيره اللي هتبقى معانا دي، الفتره اللي جايه، يقدر يحقق اكتر حاجه يقدر يعملها، وكلنا بندعمه وكلنا واقفين جنبه، واي حاجه بيطلبها مننا بيبقى على دماغنا. يعني اكيد بتبقى سعيد لما الجمهور بيربط صورتك بصوره فارس، ربنا يحفظه لك يا رب، واكيد الجمهور بيقول مثل للرجوله هو ايمن اشرف، تبقى سعيد ونفسك في يوم من الايام يكون لعيب في النادي الاهلي. طبعا فارس دلوقتي بيتمرن يعني ف من بدري، يعني عنده 5 سنين، بس هو بيلعب برجل اليمين، طلع يطلع ايمن بقى، لا هيطلع بيلعب برجل اليمين، يطلع يلعب بقى هاف رايت هاف ليفت، ده طبعا احسن من الناس اللي ورا اللي بتتهان دي. الناس اللي ورا دي تبقى طول الماتش كويسه، يقلش قلشه خلاص الماتش خلاص، يعني هو شال الماتش. فاعتقد لا هو لعيب كويس، يعني البدايات بتاعته مبشره الحمد لله، يعني وبدال والدي قال لي ان هي بدايته مبشره، فعين والدي كويسه يعني. فربنا يكرمه ان شاء الله واشوفه كده نجم كبير باذن الله. شكرا كابتن ايمن، وبالتوفيق باذن الله، ونبارك ان شاء الله بعد الفوز على سان داونز والتتويج بال11 باذن الله. والله يا حبيبي يا رب ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله، واحنا زي ما انت قلت كده ال11، فاحنا عينينا على ال11 ان شاء الله، وعينينا بحاجه مهمه جدا، يعني نبقى اول جيل في النادي الاهلي ياخد وفي افريقيا ياخد 3 بطولات افريقيا، فده هيبقى انجاز تاريخي. فان شاء الله نتمنى ان احنا نوصل للتاريخ ده، واللعيبه كلها بتفكر التفكير بتاعنا، يعني الشناوي واللعيبه الكبار كمان بنوصل لبعض ان ده الهدف بتاعنا الرئيسي، ناخد بطوله افريقيا عشان في انجازات مترتبه على ده يعني. فان شاء الله باذن الله هنحارب على البطوله لغايه اخر نفس عشان نفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. اشكرك كابتن ايمن، وانت في دايما حبيبي.
اعزائي مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، ده كان لقاءنا مع واحد من ارجل لعيبه كره القدم في مصر وفي النادي الاهلي، دايما بنستمد منه من شخصيته في الملعب، واحد من اللعيبه اللي اوضه اللبس اللي في النادي الاهلي ودورها المهم جدا في بطولات النادي الاهلي. كابتن ايمن اشرف اللي بتمنى له التوفيق، وان شاء الله نرجع مكللين بالانتصار على فريق سان داونز من جديد. تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.